وقد دل القرآن على أن الله جل وعلا لا يضيع أهله، وأنه تبارك وتعالى لا يخذل أولياءه. ولما ألقي خليل الله جل وعلا إبراهيم في النار أحرقت النار منه وثاقه، وخرج سلام الله عليه يمشي على قدميه، فلما رآه أبوه وكان أبوه مثل قومه كافرا قال له: نعم الرب ربك يا إبراهيم، نعم الرب ربك يا إبراهيم، فقد رأى آزر بعينيه أي رحمة ألبسها الله جل وعلا خليله إبراهيم. فلا أحد يحفظ ويكلأ وينصر إلا الله تبارك وتعالى. وقد جاء في آثار الصالحين أن الحجاج بن يوسف غضب يوما على الحسن البصري فاستدعاه وأمر بالجلاد والنطع والسيف، دعاه ليقتله. فلما دخل الحسن على الحجاج في مجلسه حرك شفتيه عند باب المجلس، فرآه الحاجب المسؤول عن الباب وهو يحرك شفتيه دون أن يفقه ماذا يقول. فلما دخل الحسن على الحجاج تغير الحجاج وأخذ يكرمه ويطيبه ويسأله ويقول له: أنت سيد العلماء يا أبا سعيد. فما زال يسأله ثم ودعه حتى وصل به إلى الباب وخرج ولم ينل منه بسوء. فتعجب الحاجب مما رأى فتبع الحسن البصري وقال: يا أبا سعيد، والله إنك لتعلم أن الحجاج ما دعاك ليكرمك لكنه دعاك ليقتلك، وإنني رأيتك عندما دخلت من الباب أن حركت شفتيك، فأسألك بالله ماذا كنت تقول؟ قال الحسن: أما وقد سألتني؟ فإني كنت أقول: اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا يعرف في الشرع وفي العلم بتأول القرآن، في إن الإنسان ينظر إلى آيات القرآن فيتأملها ثم يتأولها، والمعنى بأن يتأولها أن ينظر ما الدعاء فيقوله. فمثلا قال الله جل وعلا عن الصديق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فيقول المؤمن في دعائه: اللهم اصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين. قال الله جل وعلا في كتابه: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فيتأول المؤمن القرآن يقول في دعائه: اللهم قني عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم، اللهم قني عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم، وهكذا في غيرها من آيات القرآن. وهؤلاء المؤمنون يقولونها في الدنيا تعبدا ويقولونها في الآخرة تلذذا.